قوافل التحالف الوطنية التنموية تصل إلى قرية أبو حديد بمحافظة الجيزة لإيصال المساعدات الإنسانية وأجهزة المنزل الكهربائية لأهل القرية وتوفير حياة معيشية كريمة لهم انطلاقا من الدور التنموي لهذه القوافل وتخفيف العبء عن كاهل هذه الأسر. احنا في قرية أبو الحديد في مركز المناشي في الجيزة، احنا بنحاول نقدم كل المساعدات اللي محتاجاها القرية من كل حاجة، من حيث أجهزة، من حيث فصول محو أمية، من حيث وجبات، شنط غذائية، كل حاجة تقريبا القرية ممكن تحتاجها، حتى الدروس، التقوية، أي حاجة القرية بتحتاجها. بنوزع مساعدات على الأسر الأكثر استحقاقا. مساعدتنا إيه هي؟ إحنا نازلين النهاردة بنوزع أجهزة على الأسر المستحقة وتجهيز عرايس، وبنوصل وصلات مية وتركيب أسقف، بنوزع وجبات للأسر وشنط غذائية. بنجمع لكل أهالينا وبننزل لهم، نحاول نفرحهم بأي حاجة بسيطة، ونشاركهم الفرحة من خير لكل حاجة، توزيع لإطعام لأسقف لمية وكل حاجة بنعملها. أنا وظيفتي النهاردة إن أنا مسؤول عن الحركة عامة، بودي المقطوعين بالسلامة وأرجعهم بالسلامة في سهولة ويسر، ويخلي الناس مبسوطة ونقدر نوصل الفكرة للمجتمع كله إن إحنا بنشتغل يعني عشان بلدنا، نطورها ونعمرها ونبني حاجة كويسة لمستقبل بلدنا. أهالي القرية عبروا عن سعادتهم بإيصال هذه القوافل والمساعدات الإنسانية لهم وداخل أماكنهم وتقديم الدعم والاحتياجات اللازمة لهم. بيقدموا لنا مساعدات كتيرة من أسقف، مياه، بنى، مساعدات عرايس، إطعام، مواد غذائية، حاجة كويسة جدا جدا والله، وبتساعد ناس كتير بصراحة، ربنا يبارك لهم ويا رب يبارك لنا في سيادة الرئيس والدعم لينا كلنا يا رب. نفعت ناس كتير، في ناس كتير ظروفها وحشة وحاجات كتير مش عندهم في البيوت، فديت بصراحة نفعتهم يعني. بس في رمضان رز ومكرونة وأكل طيب وحاجات كتير، في ناس ظروفها وحش ما بتطبخش في رمضان غير يمكن مرة أو اتنين، بريتهم كتير. في ناس نقص عندها نقص سراير، عندها حاجات كتير نقص. أكثر من 200 متطوع شاركوا في تنظيم وإيصال هذه المساعدات ضمن قوافل التحالف الوطني، والذي يعد بمثابة صوت المجتمع المدني في مصر، والذي يرسخ من ثقافة التطوع. قوافل تنموية شاملة تجوب كافة قرى مصر لخدمة المناطق الأكثر احتياجا وتنمية وتطوير الريف المصري والارتقاء بالحياة المعيشية والاجتماعية للأسر المستهدفة، لتظل مؤسسات المجتمع المدني والتحالف الوطني هي الشريك الأكبر في بناء الإنسان المصري. من داخل قرية أبو حديد بمحافظة الجيزة، أحمد ممدوح، النيل للأخبار.